قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادي المصري سيكون بمثابة تنمية مستدامة لمصر. أكد رئيس الوزراء خلال كلمته بالقمة الحكومية بدبي إن مصر بدأت تطبيق خطة إصلاح اقتصادي يتم اعتمادها برؤية قائد وإرادة شعب بهدف تحقيق التنمية. حقق سوق المال المصري البورصة أداء فاق التوقعات عن العام المالي 2014 كأفضل أسواق العالم تحقيقا للعوائد، وذلك طبقا لمؤشر مورغان ستانلي العالمي. وكل هذا يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ونتوقع بإذن الله تحقيق نمو في عام 2014-2015 في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4% بالمقارنة للعام السابق الذي حقق 2.2%. كما نتوقع أن ينخفض بإذن الله العجز في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10% بدلا من 14% من العام المالي السابق. كل هذا يؤكد أننا على الطريق الصحيح. إننا الآن نعد لانطلاق المؤتمر الاقتصادي لدعم وتنمية مصر، مصر المستقبل بشرم الشيخ، لإعلان استشراف الحكومة لمستقبل اقتصادي زاهر بإذن الله، لتنمية مستدامة، لرخاء وأمن وأمان بإذن الله. وندعوكم جميعا لمشاركتنا في النمو ومشاركتنا فرص حقيقية للاستثمار في بلدكم الثاني مصر، بلد الأمن والأمان. إننا متمسكون بالأمل في غد أفضل، متمسكون بحقنا في تنمية بلادنا، مصممون على المواجهة القوية للإرهاب وعودة الأمن والأمان لبلادنا. على كل الأحوال، لو حضراتكم تابعتوا وركزتوا كويس في الفيديو اللي كان فيه رئيس الوزراء حالا بيتكلم أمام هذا المنتدى، كان هيلاحظ بوضوح مدى الاهتمام القوي جدا من الجانب الإماراتي من كل الحضور للاستماع لكلمة رئيس الوزراء المصري. هذه الجدية، هذا الاهتمام في والإنصات في الاستماع لكلمة رئيس الوزراء ربما يفوق الاستماع لرئيس الوزراء هنا في مصر. على كل الأحوال، رئيس الوزراء أوضح أن برنامج الحكومة بيعتمد على 3 ركائز، منها إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة، تشكيل شبكة للحماية الاجتماعية، دمج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح اقتصاد رسمي، واستغلال الكفاءات، بالإضافة لتنفيذ إلى مشروعات عملاقة لخلق فرص للتشغيل. تلبية لدعوة المسؤولين الإماراتيين، يبدأ اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء زيارة تستغرق 2 يوم للإمارات، يشارك خلالها في القمة الحكومية 3 في دبي، حيث ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الختامية للقمة التي بدأت قبل 2 بمشاركة ممثلين لحكومات 87 دولة. القمة التي تعد الأكبر عالميا في مجال الخدمات الحكومية سيتحدث أمامها محلب عما تقدمه الحكومة المصرية لمواطنيها من خدمات، وكذلك جهود مصر لتحقيق الاستقرار السياسي واستكمال خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي مارس المقبل وجهود التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية للمواطنين. الوفد المصري المشارك في القمة يضم وأيضا وزراء التخطيط والاتصالات والتضامن الاجتماعي، حيث تشكل القمة منصة لتبادل المعرفة والخبرات في الإدارة الحكومية. وخلال زيارة محلب للإمارات سيلتقي بعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين لبحث التعاون المشترك بين البلدين وزيادة الاستثمارات، إلى جانب عدد من اللقاءات التلفزيونية لعرض تطورات الأوضاع والتقدم الاقتصادي في مصر عن طريق مؤتمر مارس المقبل. زيارة محلب تأتي بعد ساعات على تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتية التي أكد فيها أن الإمارات في طليعة الداعمين لاستقرار مصر، مشيرا إلى أنها أساس استقرار العالم العربي وصاحبة الفضل على جميع الدول العربية.